نينويا وأنا حموشي. اليوم لعبتنا تحدي أنا وحموشي، اللي يفوز يحصل الكأس الذهبي. يلا نبدأ، تابعونا. نختار أم الاثنين، لا الآن حموشي اثنين. هذا الكأس اللي بالنص، كن نختار خمسة ألعاب. نبدأ أول وحدة، هاي وهاي، هاي اثنين صارن، هاي ثلاثة أربعة، الأخيرة خمسة. يلا راح نبدأ التحدي أنا وحموشي. أنا الزرقاء وحمودي الأحمر، كل ما نصطدم بهذن البوار راح يطلعن. إيه شوفوا هذني، خليني أوخر عن هذن البوار قبل لا أصطدم. واو حلو هاللعبة، حلوة كلش. أوه صارن هسه خضرات. أوه يس فزت. حموش ولا نقطة، وأنا اثنين نقاط. يلا مهمة هاي اللعبة تكون أني راح أضرب حموشي، وإذا أنا ضربته راح أحصل نقطة. أنا الزرقاء وحمودي الأحمر. يلا خلنا نلعبها. يلا حموشي راح أضربه بهذا المسدس. يس حصلتني نقطة، شوفوا لم العدة. يلا حموشي راح أضربه. هذا الوقت نقطتين وحموشي صفر. يلا رجعنا، يلا اريد افوز. يس ثلاث نقاط وحموشي صفر ولا نقطة. اني خمسة. هسه هاي اللعبة. يلا يلا شوفوا انا مو ضغط هاي الطوبة على هناك على حموشي، أنا ححصل نقطة. حصلت نقطتين، خلينا نشوف المرة راح تجي هاي الطوبة إلي. أنا هضرب. يس ثلاث نقاط حموشي لسه صفر. أنا ثمانية وحموشي صفر. هاي مهمة هاي اللعبة كون نلقى هذا اللون. يلا هسه شوفوا راح افترن وكون بعدين نلقى مالتنا. يلا أنا جاي أشوف مالتي. أنا الحمراء. أنا الزرقاء. يلا أنا بعدني ما مضيعة مالتي. أنا ما مضيعها. أنا هاي بعدني أول وحدة. أنا الثانية. يلا إيه حموشي خسران وأنا حصلت نقطة. يلا كنا نركز على مالتنا مرة ثانية. صارت أسرع شوية، بعدني ما مضيعة مالتي. يلا 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 يلا. إيه أنا بعد ما نضيعتها حمزين. أنا ما بس أنا نضيعها. إيه هاي ماتي يمكن. أنا كل هاي ماتي. يس أنا فزت. حموشي لسه صفر. هسه الجولة الثالثة. الثالثة هاي لا ضيعتها. سريعة كلش. أنا ضيعتها. الثانية راح اختار. هي كون هي راح اختار ذيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حموشي حصل عليه نقطة، بس انا فزت عليه بنقطتين. حموشي اول نقطة، انا هسه ثمانية راح يزود عشرة. يس شوفوا مهمة هاي اللعبة كون اطلع من هاي الكرة. يلا يلا انا هسه اول نقطة. فزت. هاي ثاني نقطة الي. طلعتني من الحلبة وطلعت. حموشي بعد واحد وانا 13 وفزت بالكأس. مبروك لونا. شكرا حموشي. واللي هنا خلصت حلقتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وباي باي.